أقيم احتفال في محمية غابة عجلون التابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، حضرته 100 سيدة من سيدات عجلون ممن لهن مشاركات بارزة ومتزايدة في النشاطات الاقتصادية للوكالة في عجلون، وتم تكريمهن لمساهمتهن المتميزة في المجتمع المحلي بمناسبة عيد الأم. خير ويعطينا العافية، ما خلينا كل شيء اشتغل لنا، كل شيء عمل الحمد لله يا ربي. أكلت من عمري كثير، عمري قديش؟ 112 سنة. الحمد لله، هذا قديش ما شاء الله وعايش باني. الله يخليك يا رب. رائدات وصاحبات المشاريع الصغيرة والناشطات في المجتمع يعملن على دعم حقوق المرأة والمجتمعات السليمة. إن النساء اللواتي جرى تكريمهن يجسدن أهداف المساواة وحقوق الإنسان، والتي تندرج ضمن اهتمامات برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أرجاء العالم. مبسوطة كتير إنه اليوم إحنا عم نحتفل بعيد الأم مع سيدات عجلون اللي هم فعلا سيدات مكافحات وعم بيقدموا كتير وبتشتغل يدا بيد مع الرجل، وبالذات عجلون يعني جمعياتها النسائية هي جمعيات نشيطة وكانوا بيستاهلوا إنه اليو اس ايد تكرمهم وتعمل لهم تكريم بمنطقتهم عجلون اللي هي منطقة جميلة جدا بهاليوم الربيعي الحلو. تكريمي وسام شرف على صدري، شعور بالفخر والاعتزاز. بشكر اليو اس ايد على رعايتها لهذا الاحتفالية، بشكرهم على تواجدهم بعجلون وعلى عملهم على تمكين المرأة العجلونية، المرأة الأردنية معطاءة بشكل عام، المرأة العجلونية طول عمرها بالحقل مع أخوها جوزها ابنها، تكريمها بهذا اليوم هو خطوة على طريق تمكينها مستقبلا، تمكين المرأة الأردنية بشكل عام. فمساواة النوع الاجتماعي تلعب دورا هاما ضمن العديد من القضايا التنموية الهامة، بما في ذلك تقديم وتحقيق نمو اقتصادي واسع ودائم لبرنامج دنيا يا دنيا. ميسي لاوي.